مساء النور، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله تمام. الف مبروك طبعا نادي الاهلي، ومبروك علينا كلنا، والف مبروك ليكم، ومبروك يا حمدي، الله ومبروك يبارك فيك يا حبيبي. كابتن هاني، ومبروك تهام، ومبروك كل تيم النادي الاهلي. مبروك يا محمد. اتفرجت على الماتش فين؟ اتفرجت على الماتش في المكتب. لوحدك ولا كان معاك حد؟ لا لا، كان معايا ناس صحابي. كنت مجمعهم، بس انا عارفه ان انت بتشوف الماتش ده مع يعني اصدقائك الزملكاويه برضو. ما هو للاسف اسس مرضيش تيجي يتفرج معايا بقى. قول لي، قبل الماتش كنت بتتكلم في ايه؟ كنت ايه بقى شعور؟ اكيد القلق طبعا والتفكير كنت بتتكلم في ايه مع اصحابك؟ ايه اللي كان بيحصل؟ احكي لنا. والله العظيم قبل الماتش انا كان عندي حاله استهلال. والله كنت مستنى كلنا. ما بتكلمش والله العظيم، وماشي سرحان. عماله تقول لي في ايه؟ اقول لها خير خير ان شاء الله، وحاله عجيبه كده عمرها ما جات لي يعني، بس الحمد لله الحمد لله. وعمال اسمع اهلاوي انا والفخر ليا طول ما انا ماشي اهو. طب تقول لي يا حمدي، طبعا هو حمدي قدامنا، ويعني قدامك بعد اكيد، انت اكيد بعد المباراه طبعا باركت له، لكن عايزين نعرف برضو الاجواء ما بينكم قبل المباراه، كنت بتكلموا كان استعداده ازاي بعد المباراه؟ يعني احكي لنا برضو يا حمدي، وكنت بتتكلموا مع بعض ازاي؟ لا انا بصراحه على المستوى الشخصي انا بحبه جدا يعني، وعلى طول هو بيكلمني وبيطمن عليا وعلى تواصل على طول، كلمني بعد الماتش بارك لي، وكنا قاعدين بنهزر ونضحك مع بعض يعني على الماتش وكده يعني. طبعا حمدي بسم الله ما شاء الله من الناس اللي فرقوا امبارح والله العظيم. اكيد يعني اكيد كده عشان احنا اصحاب او حاجه، لكن بجد كل الناس بتقول كده. الله اكبر. يعني حمدي امبارح كان من الناس اللي فارقين جدا، وكانوا شايلين الحته اللي ورا، هو طبعا والفرقه كلها طبعا، بس حمدي من الناس المتميزه، هو وياسر ابراهيم وايمن طبعا طبعا. واحنا دايما لما نتكلم حتى تحديدا عن حمدي دايما نقول من اللعيبه المقاتلين في الملعب الحقيقه. لكن عايز اسالك بقى عن فكره ان انت بامانه كده بجد يا محمد، كنت متوقع ان التسعه السنه دي في الاهلي؟ الصراحه كنت خايف. ايه؟ كنت خايف. كنت خايف قلقان. طبعا قلقان. كان ايه اكتر حاجه قلقاك؟ بصي، هو احنا انا واثق في التيم عندنا، بس احنا مرينا بظروف وتغيرات كتير قوي في فريق النادي الاهلي. لكن الزمالك مستقر كلاعيبه، يعني احنا حتى عندنا روتيشن اكتر من الزمالك. الزمالك مستقر كلاعيبه بقى له فتره، اللي بيتغير عندهم ممكن المدرب، بس هم خلاص اللعيبه حفظوا بعض. يعني المدرب اللي هيجي هيدوب وسطهم، عنده بقى تكتيكس، عنده الحاجات دي هيتعلموها طبعا منه الفريق وهيعيش معاهم. لكن احنا عندنا بسم الله ما شاء الله اللعيبه كلها كانت مصابه، وحد يرجع ماتش ويتصاب بعد كده، ربنا يقوم كل المصابين بالسلامه يا رب يا رب. وما صدقنا جالنا موسيماني برضو، بدانا شويه نشم ريحه التكتكس يعني والحاجات دي في الملعب. فكنت قلقان. لا الزمالك كان متماسك جدا، وعندهم يعني لعيبه حلوه بسم الله ما شاء الله قدام يعني. بس ده خلى الفرحه كمان جميله يا محمد يعني. انت احنا كلنا يعني انا 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 يعني بميل لجزء من اللي انت بتقوله، لان جماهير النادي الاهلي مش هوصلها درجه الخوف لكن لدرجه القلق يعني. كنا قلقانين، وخلينا نتكلم القلق برضو جاي من ان المباراه تاريخيه، ان اول مباراه على المستوى الافريقي تبقى في مصر ما بين فرقتين من نفس البلد، ان المنافس بتاعك كمان نادي الزمالك، ان نادي الزمالك كسبان 3-1 في المباراه، يعني كل الاجواء ديت كانت بتدي نوع من انواع القلق شويه لجماهير النادي الاهلي. وجنب القلق ده كان عندنا ثقه في اللعيبه، والحمد لله النادي الزمالك عمل مباراه جيده على المستوى الفني، كلنا بنعترف بكده. النادي الاهلي اعتقد من المباريات القليله فنيا شويه خاصه في تاريخ موسيماني، لكن المباريات اللي زي ديت يعني النهائيات بتحسم، النهائيات بتكسب ولا تلعب يعني. فده كمان يعني يطمنك كمان ان النادي الاهلي في الاوقات الصعبه مهما احنا كنا قلقانين لكن بيفرحنا يعني. طبعا هي فكره برضه يا كابتن، طبعا الكلام اللي قلته صح جدا، بس فكره كمان ان فريق بيعرف ياخد بطوله يعني، الاهلي بيعرف ياخد يعني الحمد لله يعني. فدي الفكره، احنا بنعرف نلعب لعب نهائيات، بنعرف نلعب لعب بطولات، ده الحمد لله اتربينا عليه في الاهلي يعني. انا بتكلم كلاعب بقول اتربينا عليه، لا انا اتربيت عليه كمشجع يعني، ان الاهلي بيعرف يحسم. صحيح صحيح. وحمدي قال الجمله ديت، انك الفرق الكبيره
حتى وانت مش في مستواك بتكسب، يعني ما بتخسرش. يعني دي جمله كمان بنسمعها واحنا لعيبه، المدربين كانوا بيقولوا لنا كده حمدي برضو، بيدونا الثقه. لو انت حاسس في الملعب انك لسه مش فايق، ممكن طبيعي ان الكره مش تبقى ماشيه معاك. بالظبط يعني بالظبط، فدي نقطه تعرف كمان. تعرف تكسب يعني، تعرف تقف ازاي وتعرف تكسب يعني، ما تفتحش خطوطك. لا يعني الحمد لله يعني احنا بنعرف نعمل كده يعني. ما عزمكش على حاجه طبعا. ده هو اللي عزمتي بقى، انا اللي لا اقوله من نفسي، كنت هقول كده. انت بقى ما وعدتوش مثلا يا حمدي بعد ما تكسب المباراه دي والله لعزمك عندي في اي مكان؟ في العربية. في العربية؟ عربية ايه؟ دي التاسعة يا محمد. عربية ايه؟ هتعزمه على ايه قدامنا دلوقتي؟ أنا اللي عازم؟ طبعا، أمال ايه؟ ده هدية تقدمها. أنا اللي عازم، أنا اللي عازم. أنت اللي تعزم؟ إن شاء الله. أنت تكسب وتعزم؟ إن شاء الله. لا، هو اللي عليه يعزمك المرة دي. ماشي. دي التاسعة يا محمد، لازم ألبسه. هو بعد كاس إن شاء الله. خلاص، يبقى دي اللي هو اتعمل. يبقى حمدي هيعزمك المرة دي، وإن شاء الله بعد ما ناخد كاس مصر بإذن الله، لأنها كمان بطولة في الحسبان وأنت عارفين. وهكلم حمدي في النقطة ديت، إن النادي الأهلي بيقفل على طول، يعني ما بنفضلش يعني تاخدنا الفرحة. بنفرح ونتبسط على المستوى الجماهير، لكن حمدي بدايه من النهارده كان عنده تمرين بكره، وعندنا مباريات كاس، وعندنا السوبر الافريقي، وعندنا يعني اجنده كمان كبيره جدا عشان البطولات تستمر يعني. فوعد خلاص من حمدي. انا ادي للكابتن حمدي عناية. حبيبي والله. تسلم عيني. حبيبي تسلم والله، ربنا يخليك. كفايه فرحونا الفرحه بتاعتك. والله. الحمد لله. مش مصدق. الحمد لله، والله الحمد لله يا رب. يعني فرحه طبيعيه. صح، كانت بقى لها كتير غايبه كمان. مش هلخبط في الكلام، ما تخافوش زي المره اللي فاتت. لا يعني احنا عايزين نفرح بقى بالمره اللي فاتت. احنا بقى يعني فرحانين، وان شاء الله الفرحه يعني ان شاء الله تستمر ان شاء الله باذن الله. طبعا للنادي الزمالك، طبعا نادي كبير، لعب